بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المزمور 41، وده مزمور كتبه داود لما عرف بخبر إن ابنه أبشالوم عمل عليه ثورة وعايز ياخد الحكم منه وجمع الناس حواليه، وكان ساعتها داود طريح الفراش ومريض. وفي تعبه الشديد ده بص للسماء وقال لربنا: أقول لك إيه يا رب وأنا دلوقتي تعبان ومش قادر حتى أقوم أقاوم أو أفكر، وابني قايم عليا وهياخد مني الحكم ولامم الناس حواليه ضدي. فتذكر داود ساعتها إن ربنا قال إن اللي يرحم أنا أرحمه، فراح قال لربنا: يا رب أنا رحمت ناس كتير، وقفت مع ناس مساكين كتيرة جدا، مش أنت وعدت إن اللي بيصنع رحمة مع إخواته انت تصنع معاه رحمة في يوم ضيقته؟ انا دلوقتي في يوم ضيق ومش عايزك يا رب تيجي على ابني ولا تيجي عليا، خلصنا يا رب برحمتك. فكتب مزمور: يا بخت الشخص اللي بيرحم الفقير او المسكين، لان في يوم ضيقته ربنا كمان هيرحمه. تعالوا نشوف قال ايه في المزمور. يا بخت الشخص اللي بيشفق على المساكين، لأن يوم ما يقع في شر ربنا هيشفق عليه وينجيه. ربنا هيحفظه ويحييه، يخليه مقبوط في الأرض ومش هيسلمه أبدا لأعدائه. ربنا هيعضده حتى لو كان على فراش مرضه، حتى لو كان على مضجعه وكله في مرض، ربنا هيقف معاه لأنه وقف مع ناس تانية مرضى ومحتاجة. علشان كده يا رب أنا أقدر أقولك: يا رب ارحمني لأني رحمت ناس كتير، اشفي نفسي لأني أنا إنسان خاطي. أعدائي لما صدقوا إن ابني قام عليا اتكلموا عليا بالشر وقالوا: إمتى بقى يموت ويباد اسمه؟ والناس دول اللي بما فيهم ابني كانوا بيتكلموا عليا بالكذب، قلبهم بيجمع عليا الشر وبيعمل عليا مكيدة، فيقول قدامي كلام ويخرج في الخارج ويتكلم كلام آخر قدام الناس. كل الناس اللي بيكرهوني تحالفوا معا عليا، اتفكروا كلهم ازاي يأذوني، بيقولوا عليا كلام رديء جدا وبيقولوا: ده أكيد ربنا غضبان عليه وربنا هيصب غضبه عليه، بيقولوا كده قدام الناس، ومنين ما هيموت ربنا مش هيلتفت له ولا هيقومه. حتى الإنسان المسالم اللي أنا وثقت بيه، اللي اسمه أخيتوفل، اللي أكل معايا عيش وملح، رفع علي عقبه وخني وانضم لأبشالوم ابني. انا مش عايز التفت للناس كتير يا رب، انا عايز التفت لك انت واقول لك: اما انت يا رب فارحمني واقمني علشان اجازي كل الاشرار دول. انا عارف ان انت بتحبني وعمرك ما هتيجي عليا، ومش هتسمح للعدو انه يهتف عليا، لاني انا بكمال شريعتك يا رب انا بسلك. انت قوتني واقمتني بكلامك، انا هفضل قدامك الى الابد زي ما انت وعدت. مبارك انت يا رب اله اسرائيل، زي ما كنت من الازل هتكون الى الابد. امين. هللويا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. داود في المزمور ده، المزمور 41، كان حاسس انه خلاص هيموت. أولا مريض وطريح الفراش، ثانيا ابنه جمع الشعب كله معاه بما فيهم حتى المستشارين الخاصين بتوع داود زي واحد اسمه أخيتوفل، الكل اتجمع ضد داود. طب لما واحد يحس ان هو خلاص ما بينه وما بين الموت لحظات او اوقات قليلة، يعمل ايه؟ يلتفت ويبص للسماء ويستنجد بربنا، وكل اللي يجي على باله
يا رب أنا رحمت ناس كتير، ممكن ترحمني؟ يا رب أنا أشفقت على مساكين كتير، ممكن تشفق عليا؟ لما الإنسان يحس إن الوسائل البشرية مش هتسنده وهو فعلا في مواجهة الموت، بيلتفت لربنا حتى لو كان غصب عنه، وساعتها يقوله يا رب ارحمني، بس يا ريت هو يكون رحم غيره. القصة دي واضحة قوي في تاريخ الكنيسة من خلال واحد اسمه القديس بطرس. بطرس ده قبل ما يبقى قديس ولا غيره كان إنسان عشّار، وكان محب للمال جدا وبخيل جدا جدا، لدرجة إنه كان معروف في كل مدينته إنه شديد البخل. وفي يوم اتفق عليه بعض الشحاتين وقالوا إحنا لازم نطلع منه قرش، عمره ما بيطلع حاجة لواحد مسكين، لكن إحنا هنتحالف وهنطلع منه أي قرش. حاولوا بطرق كتيرة معرفوش يطلعوا منه حاجة، لغاية ما واحد قال لهم طب سيبوهولي. وفي يوم من الأيام كان قاعد بطرس العشار الغني البخيل في شرفة البيت بتاعه، يعني في البلكونة، وقعد حاطط قدامه أكل وبياكل. فجه الشحات ده وابتدى يقوله أنا عايز أكل، قعد يتهرب منه. مرة في التانية في العشرة زهق بطرس جدا، لدرجة إن بطرس البخيل ده مسك رغيف عيش قديم ناشف وراح خبطه بيه في وشه. الراجل الشحات خد العيش الناشف وطلع يجري بسرعة على بيت الشحاتين أصحابه وقال لهم كسبت الرهان، طلعت منه ولو بعيش ناشف قديم. الحقيقة عدى الموقف، وفي الليلة دي نام بطرس وشاف حلم. شاف ايه؟ شاف ان هو روحه طلعت ومات، وطلعت روحه عشان تتحاسب. فالملايكة جايبين ميزان كده يحطوا في ناحية السيئات بتاعت هذا الشخص، وفي الناحية التانية الخير اللي عمله في حياته. ففضلوا يحطوا الحاجات السيئة والخطايا، كانت كتير قوي قوي قوي، وقعدوا يشوفوا حاجة واحدة يكون حلوة عملها عشان يحطوها في الكفة التانية. قعدوا يدوروا ملقوش، لحد ما فين جه ملاك كده قال لهم استنوا انا لقيت حاجة. قالوا له ايه؟ قال لهم انا لقيت رغيف عيش قديم ناشف مرة اداه لواحد فقير خبطوا بيه في وشه. قالوا له طيب هات نحطه ده في الدفة او في الكفة بتاعة الاعمال الخير. بطرس شاف الحلم ده وحس شعور صعب قوي، معقولة الحاجة الوحيدة اللي شفعت فيا اني تعطفت على واحد مسكين؟ ويا ريتني تعطفت، ده انا خبطته بيه في وشه لانه ازعجني. لكن قد كده اعمال الرحمة بتوزن عند ربنا؟ قام من الحلم وقرر انه يغير حياته. وهذا الشخص، ودي قصة حقيقية، اخد كل امواله ووزعها على الفقراء. بعد ما ابتدى يصلي ويستشير ويفهم من الكنيسة أصول الإيمان، فعلا وزع كل ما يملك وساب شغلته. أقول لكم أكتر من كده، بعد ما خلص كل فلوسه لقى في إنسان محتاج فلوس، عمل إيه؟ باع نفسه عبد، وبقى بالفلوس اللي بياخدها بيصرف بيها على الراجل الفقير، وتحول اسمه في التاريخ من بطرس البخيل لبطرس العبد. مش بس كده، ده كان بيشتغل عبد عند سيد غني، وفي يوم من الأيام السيد الغني ده زاره واحد صاحبه وشاف بطرس عنده، قال له انت عارف مين اللي عندك ده؟ ده واحد اسمه بطرس اللي بيشتغل عندك خدام، ده كان أصلا عشار وغني جدا وباع كل فلوسه للفقراء. ساعتها السيد التفت لبطرس وبصله نظرة انه قديس، وراح علشان يمكن ياخد منه بركة. بطرس ساعتها ساب كل اللي في ايديه وساب المدينة بحالها، وراح عند وادي النطرون برية القديس ابو مقار، وترهبن هناك بالفعل، وعاش حياة الوحدة، وبقى اسمه بطرس العابد.
اتنقل هذا الشخص من بطرس البخيل لبطرس العبد لبطرس العابد، وعاش إنسان متوحد لنهاية حياته. وفعلا اللي بيرحم المسكين ربنا بيرحمه وهو على سرير فراشه، لدرجة إنه فعلا وهو في أيامه الأخيرة ربنا أعلن له عن ساعة وفاته، وكان وشه مليان سلام وجمع كل الرهبان حواليه، اداهم كلمة منفعة ووصاهم بعمل الرحمة علشان ربنا يرحمهم. وفعلا اتنيح بسلام، والكنيسة القبطية بتعيد بعيده يوم 25 طوبة من كل سنة. قد كده عمل الرحمة بيوزن عند ربنا، وربنا لما يشوف واحد بيرحم أخوه ربنا بيرحمه فعلا في يوم الشر أو يوم المرض. هو ده اللي حصل مع داود، وهو ده اللي حصل مع القديس بطرس العابد. تعالوا النهاردة في هذا الصباح وفي هذا اليوم نشوف مين ممكن نعمل معاه رحمة أثناء اليوم. صباح الخير عليكم، يوم مليان من رحمة ربنا ومن رحمتنا لإخواتنا.